أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الشقاق أشد أنواع الخطر بين الزوجين على مستوى الأسرة وبين وزارتين أو طائفتين أو مؤسستين من مؤسسات الدولة. احنا ما نعرفش كلمة، على فكرة كلمة الشقاق جاية من الشق يظهر في الجدار فيصدعه ويؤذن بسقوطه، يعني زيك ربنا قال وخفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. يعني الشقاق يعني الزوجين بيختلفوا على شوية ملح وبتاع، روح حاتمت الحبة من ملح، لا روح حاتمت يا بايخة بتاع، في آخر النهار لا قدر الله هما بيتكلموا كده، لو حد قال لهم تطلقوا ممكن يضربوا الاثنين. إنما لما الشقاق يوصل بينهم بقى، يعني معناها إيه؟ الشرخ يحصل في جدار الزوجية، هيقع وهيقع يعني جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. دي لما تحصل بين مؤسستين في الدولة بيبقى الخراب مستعجل، لأن القضية مش بين زوج وزوج، بين مؤسسة ومؤسسة. ممكن تكون الدولة يعني على وشك الانهيار بانهيار واحدة بس، مش بانهيار اثنين. احنا عندنا البديل حاجة واحدة، ان جميع المؤسسات في الدولة كلمة واحدة تجمعها اسمها التعاون، الالتحام، التآخي، عشان الهدف الأعظم للدولة، للأفراد، للملايين. لأن هتلاقي هنا جماعة وهنا جماعة، دول بيتنحروا ودول بيتنحروا، دول بيطلبوا ودول بيطلبوا، دول بيطلبوا ودول مش راضيين يستجيبوا. مش هننتهي، وهتتصعد الأمور زي ما كانوا يقولوا في الناس في الشارع كده، السقف بتاع المطالب هيعلى، وهتلاقي دسائس داخله من هنا ومن هنا مصلحتها تغرق الدولة دي، ده أنا متأكد من ده. فلو هتلاقي مؤسسة لها طلب معين عند مؤسسة أخرى يقولوا لا، كده أنت بتمحو تاريخك، وكده أنت بتفرط في كرامتك. شوفوا، أنا عايز أقول لكم حاجة، الصحافة، أنا مش عايز أذكر أسامي والله، بس يعني في بلدنا أعلام وعناوين وشرطة وجيش وتموين، المؤسسات دي العملاقة دي الكبيرة دي بفكرها بحاجة، لا فيها قولان ولا فيها رأيان، حاجة زي ضربة الرصاص اللي بيحب يقول آمنت. كان عليه الصلاة والسلام أراد أن هو يعتمر هو والصحابة وطلعوا أحرموا، وقبل وصولهم من مكة للمدينة بعث مستأذنهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام متحرك من المدينة رايح مكة عشان يعتمر العمرة في مكة في بيت الله الحرام. يوم الكفار بعد إذنكم عايزين نعتمر، قالوا أبدا، الحرب فاضلها دقيقة. فعملوا صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصلح بيتكتب، اللي بيمل الصلح سيدنا محمد، واللي بيكتب سيدنا علي رضي الله عنه. فقال له اكتب هذا مع هذا عليه محمد رسول الله، قال له لا، اكتب اسمك واسم أبيك، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناه. في الثانية تفكير، قال له اكتب محمد بن عبد الله. ده بقى مش تنازل، ده قمة التنازل. لو انا سألتك سؤال فوزير، بقول الكلام ده لكل الناس، لو انا سألتك سؤال فوزير، ايه احب الالقاب لسيدنا محمد؟ لا كحيل العين ولا نور الوجنتين، كان احب الالقاب اليه رسول الله. يعني هو يحب كلمة رسول الله حبه لعينه وللدنيا، الوظيفة بتاعك، وحب حاجة ليه؟
ان يقول حد يقول له يا رسول الله يفرح جدا، لان مش هيقول له يا رسول الله الا واحد مؤمن بيه. اليهودي كان لا يمكن يقول يا رسول الله، كان يقول يا ابا القاسم، الذي باسم ابنه. كافر يقول له يا محمد، انما المسلم يقول يا رسول الله، ده طلعت من بقه يا رسول الله بقى مؤمن، وهو فرحان جدا. سيدنا علي قال ابدا ما امحيش رسول الله دي ابدا، والذي بعثك بالحق لا امحوها. قال ارني مكانها الورقه، قال له اهو، فمحاها بيده صلى الله عليه وسلم، شطب كلمه رسول الله. واحنا النهارده عندنا، انا اسف يعني، في ناس يقول لك ما فيش تنازل، يعني مش عارفين النبي، ما تعرفوش. لو تعرفوا دي كانت ملايين القضايا اللي فيها تعسف وتعنت واصرار كانت رجعت من المحاكم، والناس كانت مشيت زي الكل. لو الناس مؤمنه بده، لو الناس مؤمنه بان لها نبي شطب بايده كلمه رسول الله اللي هي احب حاجه عليه، كانت الدنيا كلها كانت في منتهى الجمال. كنت ابدا حق برقبتي، ابدا مانيش شغاله لما تعمل لي وتسوي لي وتجيب لي تاكسي ملاكي ما احطش رجلي. طب بقى الاجره يوصلنا، الدنيا تخرب. تقول انا مالي ما تخرب. على فكره ده علاج الخطاب الديني فاشل لو ما تعرضلوش. الناس عندها جنزره هنا، في حديد ومنجنيس في النافوخ، وناس طيبين بس درجوا على ده، اتعودوه. حق برقبتي يعني حق برقبتي بتاع، وراجل مراته غضبان انا ما مشتهاش، زي ما خرجت لوحدها ترجع لوحدها، وهو هي رصة وألف سيف، جزمة قديمة في مخها بتقول لها لازم يجي ياخدني. نحل الخلاف ده امتى؟ وبالطريقة دي احنا زي ما قلنا، العقدة في المنشار والكاكولة في البكولة والشنبطيطة في الحنبطيطة، زفت وأطران اللي احنا فيه. لازم حد يميل، لازم حد يوافق، لازم حد يقول. هقول في خصام حصل بين سيدنا الحسن واخوه محمد. بقى سيدنا الحسن ده ابن سيدنا علي، ومحمد مع انه مشهور في التاريخ بمحمد ابن الحنفيه، امه غير ام الحسن، بس الاثنين ولاد علي، لكن الحسن امه ست الدنيا، سيده نساء العالمين، بنت النبي عليه الصلاه والسلام فاطمه الزهراء. فالاثنين اتخانقوا اخوات، محمد اتخانق مع الحسن. شو بقى؟ فجي محمد بعد جواب اخوه الحسن، الحسن اكبر مني، فقال له بسم الله الرحمن الرحيم. ده محمد ابن علي بن ابي طالب يكلم الحسن ابن علي بن ابي طالب، او سيدنا محمد ابن علي يكلم سيدنا الحسن ابن علي، الاثنين اخوات، ده سيدنا وده سيدنا. يا تقول الحسن هنا وتقول محمد هنا، وخلي الكفه معتدله. فمحمد كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن علي الى الحسن ابن علي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، فان ابي واباك واحد، دي حقيقه، ولكن امك تفضل عن امي، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وزنت أمي برمال الأرض ما أدركت فضل أمي. ولهذا حين علمت أنك تفضلني نسبا بأمك، أردت أن تأتي إلي لتصالحني لقول جدك صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا أحب أن أكون خيرا منك. يعني إيه اللي منعني إن أنا آجي أبدأ أنا بالسلام؟ هبقى أحسن منك، وأنا مش محبش أبقى أحسن منك، وأنت أمك هي النبي. الحسن وصلت رسالة، قعد يعيط يومين بعد ما راح صالحه كمان ورجع. الكلمة الجميلة تؤثر في سلوك الإنسان، وعشان الدنيا تمشي احنا لا ملايكه ولا معصومين، ومهما كنا عراقه الدنيا فينا في ظروف معينه تخلينا مش حد هيقول. وبعدين اللي هيقول علينا
ويقول حتى على مستوى الاسر بقى سيبك المؤسسات الكبيره عشان انا ماليش في المؤسسات الكبيره الحقيقه، انا على قدي فيا دوب اصلح نص بيت يعني، فخليني على مستوى البيت الصغير خالص. لما ده يركب راسه وده يركب راسه وده يقول انا بيت بارن ديله وده يقول انا مش عارف، مش هتتصلح الامور. وبعدين يقول لك ان اصل الناس تقول عليا اتشتمت ورجعت وبتاع، ما يقولوا، طيب ما يقولوا، خليهم يقولوا، بس نهايه الاواله يبقى انتصرنا، نهايه الاواله يبقى الدنيا جميله، نهايه الاواله ان انا انسان محترم، لان انا فكرت في الاواله لما ينفعوني وقت الضر ابقى اسمع كلامهم وقت المنفعه، والناس مش هتبطل كلام طول عمرها، يقولوا براحتهم. ما قالوا ربنا فقير ونحن اغنياء، شوف شوف. وقالت اليهود ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب الذين ان الله فقير ونحن اغنياء. واليهود قالوا اتهموا ربنا يداه مغلوله، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وشوف بقى الجمله اللي مختم الزمان، ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، ارجو الا نكون ممن تزيدهم الايات القرانيه طغيانا وكفرا. يجب ان نخضع للحق حتى تمضي بنا سفينه الحياه، ونحن كرام ونحن قد اثبتنا للدنيا اننا فوق هوى انفسنا، وعلينا ان نبتعد كل البعد عن التعنت، لان من تشدد شدد الله عليه. واشكر لكم هذه المتابعه، وحتى نلتقي في كلام مبروك، والرب تقبل منكم. شكرا.